الصدفة الخارقة للطبيعة قد تجعلك تلتقي يوماً ما بشبيهك، ربما عند السفر أو في الطائرة أو حتى عند الذهاب إلى التسوق. قد يختار البعض أن يجدوا أشباههم عبر تطبيقات خاصة تمكنهم من العثور على أشخاص يتمتعون بصفات شكلية تشابههم. والدكتور منال أستيلر الباحث في معهد جوزيب كاريراز في برشلونة وجد أن الأشخاص المتشابهين وفقاً لبرنامج التعرف على الوجه يتشاركون جينات أكثر بكثير من الأشخاص الآخرين الذين اعتبرهم البرنامج أقل تشابهاً. السؤال هنا، إذا كان لديك شبيه هل سترغبون في مقابلته؟ طيب دكتور، كيف يعني أنه إحنا نتشارك لهذه الدرجة مع أشخاص لا يقربون، لا نحمل نفس الدم ولا نحمل نفس الجينات ولكن يشبهون شكلاً إلى هذه الدرجة؟ هي من بداية الخليقة إلى الآن هي الجينات محصورة على 32 ألف جين. فخلال الإيفوليوشن شو اللي يصير أو خلال التطور أن في جينات تظهر وبعد أجيال تختفي وبعد أجيال أخرى تظهر ثاني مرة. فمن ذلك هذا اللي يسمونها الطفرة الجينية اللي تظهر بين فترة وثانية ولا لا؟ تغيير جيني، يعني تغيير جيني. إحنا جيناتنا متغيرة خلال، يعني أبائنا قبل أكثر من 200 سنة ما يحملون بالضبط نفس الجينات اللي عندنا. كم؟ أضف إلى ذلك إن في عوامل أخرى غير، يعني ممكن أنا أحمل الجين وأنت عندك نفس الجين لكن الإكسبريشن أو التعبير الوراثي يختلف من عندي عندك، بيطلع يظهر عليك بطريقة مختلفة. بالضبط، يعني ممكن اثنين يحملون نفس الجين مثل ما ذكرتي اللي مثل الإخوة، لأن في بعض العوامل لها أكثر من جين، مثل الديابيتك الآن تتحكم فيه أكثر من 7 جينات، مثل لون البشرة جينين مسؤولين عنه، فمو معنى أنك ورثت جين واحد معناها تكون نفس لون. خلاص تصير. طيب هذا يدفع العلم إلى التطور بأنه يمكن بعض الأمراض اللي تصيب شخص من الممكن أن من خلال العثور على شبيه الجيني أو حتى الظهور الجين هذه على الشكل وشبيهه من الممكن أن نستفيد منه كخلايا كتصحيح لأمراض أنا أعاني منها مثلا؟ صحيح، ممكن التشابه الشكلي ممكن يؤدي للتشابه الجيني، فبالتالي مثل نقل الأعضاء مثلا الكيدني والليفر والأشياء هذه، لأن في حاجة اسمه AL typing اللي هو نوع الخلية. فإذا كان في تشابه جدا جدا كبير why not، يعني ممكن يطابقون AL typing حتى ننقل الكبد ولا بالضبط، ممكن يكون في تشابه على مستوى الريسبترز. طيب دكتور، هذا سؤال فضولي هيك من عندي. ذكرت في بداية حديثك بأنه حتى نحن كفصيلة البشر نتشارك مع فصائل أخرى من المخلوقات منها الفئران بنسبة كبيرة من الجينات، وعشان هيك بيستخدموها للبحث العلمي وإجراء تجارب عليها لأنها تشبهنا نوعا ما. طيب هل هذا يمكن أنه يفسر ليش في يعني تقريبا كل البشر بيشبهوا نوع معين، يا من الحيوانات يا من الطيور يا من المخلوقات الأخرى، هل هذا هو التفسير؟ هو ذا التشابه لأن الخالق واحد والجينات واحدة الموجودة بالإنسان والحيوان هي نفسها. لكن هو ليش مو القرود؟ ليش مش القرد؟ القرود أقرب من القرد، أقرب سنة. ليش ذكرت الفأر؟ الشكل مختلف تماماً عنه، لكن بالرغم جينياً معروف أنه أكثر من 98% نسبة تشابه.